هنبتدي بقى طبعا نتكلم مع حضراتكم، ملهاش حل، لازم نبتدي معاكم بكبار يعني حاولنا نروح كده نيجي كده، هنروح منين يعني، هنروح فين لازم صحيح نرجع. لا يعني الحقيقه مباراه مليانه تفاصيل تدعو للاندهاش. الحقيقه طبعا مباراه مصر والجابون، وكل كلمه وكل حرف قلناه امبارح في حلقه امبارح تحديدا صباحا من 10 الصبح في الاهلي حصلت بحذافيرها، يعني لا نقصت جمله ولا خست كلمه، كل حاجه كنا خايفين منها وحاطين ايدينا على قلوبنا منها حصلت تاني. فيعني مش عارفين بقى موضوع سوء الاداء هيستمر بينا لغايه فين، لان حتى امبارح كان التعادل بالعافيه، محدش يعني برضه هيطلع ويقول جمل بقى من عينه اصل الاجهاد اصل التجانس، احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر على لعيبه منتخب، يعني لعيبه دوليه عندهم من الخبره ما يسمح ليهم جميعا بالتجانس والتناغم والتاخي والمحبه وكل المصطلحات اللطيفه دي، لكن مفيش جمله تكتيكيه يعني. امبارح كان في ناس متهيألي قاعده بتتنضر مع وده خطه ايه دي، عندك فكره؟ والله العظيم بكلمك بجد، الموضوع كان وصل لدرجات محدش عارف يقفش خطه معينه، محدش عارف يفهم. الربع ساعه الاولانيه يا كريم كانت يعني زي ما بيتقال كده، الماتش بيقول لك اكسبني، يعني المنافس بيقول لك اكسب، يعني كانت حاجه غريبه قوي فعلا. انت نازله بتشكيل دفاعي بحت، ده طبعا يعني مع كل الاحترام لحارس مرمى الجابون ده بيصد الكوره على مرتين ثلاثه، يعني المستريح تدخلي فيه 3 4 اجوال، لكن اللي احنا شفناه امبارح شيء مفزع. بكلمك بقى والله العظيم بكلمك بقى، ليه مفزع؟ ليه لاستمراريته، ومفزع لدلالاته، ومفزع لانعكاساته على اللي جاي. احنا كل ده بنتكلم في انجولا والجابون بالمناسبه، لسه التقل جاي. بص هقول لك على حاجه، يعني يمكن الموضوع دلوقتي احنا بنضحك من كتر ما احنا مش مستوعبين اللي بيحصل، بس هو مش حاجة تضحك، هو حاجة محزنة، ماتش غريب بكل المقاييس. يعني زي ما انت قلت هو مفيش خطة، مفيش أداء، يعني تمركز حتى اللعيبة لو هنتكلم هو غير منظم، باستثناء طبعا بعض اللعيبة الخبرة زي طبعا السولية وحجازي وغيره اللي شالوا بالفعل عدة كرات زي ما احنا شفنا، وكانت فرص قوية لمنتخب كمان الجابون. في المباراة الأولى أمام أنجولا زي بقى لو هنرجع كان يعني في ضغوط إلى حد ما، أو ضغوطنا كانت في خط النص بتاعنا، نفس الأمر في ماتش امبارح برضو، هو في إيه برضو مش فاهمين، حد يقول لنا. طيب الغريب إن بعد كمان هدف الجابون اللي كان تقريبا دقيقة 72 أو 73 حاجة كده، نزل بقى بعد كده كل الأوراق الهجومية، مصطفى محمد وصلاح محسن وغيره، وبفضل ربنا زي ما احنا شفنا إن مصطفى محمد يجيب الهدف، هدف التعادل في الدقيقة 90 اللي هو كلنا كنا قاعدين دمنا اتحرق يعني. وبعدين طب ليه ما كانش من الاول؟ ليه ما هاجمناش من الاول؟ ليه ما حسمناش المباراه من الاول زي بقيه المنتخبات العربيه الاخرى؟ يعني احنا منتخب مصر اسياد افريقيا، ده مش بالكلام، ده بالارقام، ده يعني بالشغل اللي على الارض، لكن ان احنا نبقى اول المجموعات عشان نقدر نصعد بعد كده للمباراه الفاصله واللي هنقابل فيها كمان اكيد احنا المنتخبات القويه، ده فين هيحصل؟ فين الاداء ده ومعدل النتائج دي؟ اعتقد يعني مش عارفه هو هنسميه بقى، معلش لو هنبقى يعني عندنا قسوه شويه في الكلام، لكن هو كان فوز في الاول بالصدفه بهدف، وبعد كده تعادل يعني بطلوع الروح، وبعد كده نتيجه كمان الضغط الواضح اللي احنا شفناه ماشي، بس وبعدين يعني هل النتائج دي يا كريم، السؤال هنا لما نيجي نتكلم، هل النتائج دي هي اللي هتوصلك للمونديال؟ هل النتائج دي يعني سيبك من النتائج، هل الاداء ده اللي هيوصلك؟ انا اقول لك على حاجه قريتها امبارح ضحكتني بصراحه من التعليقات، يعني حد كان كاتب بيقول انا النتائج والاداء اللي انا شايفه ده ممكن يوصل المنتخب لدوره رمضانيه وممكن كمان ما نكسبهاش، بس على الاقل هنعمل فيها شغل. ده احنا في يعني ده انت مجموعتك من الصنف الحنين كمان، يعني مقدور عليه ده لسه بالظبط. فيعني مش عارف، انا على كل حال طبعا كريم مش هنقعد نستفيد قوي، ولكن الفقره مع كابتن عادل عبد الرحمن اللي هينورنا في الفقره الاخيره النهارده، لا لازم هنتكلم، هنفتح هذا الملف وهنتكلم في كواليس كتيره جدا وعلامات استفهام كتيره جدا، وما هو المستقبل؟ لان لو القصه ان احنا خلاص هنخرج بدري نبقى عارفين، يعني عشان بس ما نتفاجئش، عشان لو ورانا مشوار ولا حاجه، لو عندنا التزامات. لا والله اللي بيحصل ده بامانه ربنا يا حضرات والله شيء حزين ولا يتناسب بالمره مع حجم وثقل المنتخب المصري. احنا زي ما هواند بتقول اسياد افريقيا، يعني ما يصحش اللي بيحصل ده باختصار شديد.